من امام اقدم عصارة قصب هنا في محافظة المنوفية بالتحديد. بنصور مع عم محمد طبعا اللي واقف قدام المكنة شغال بيده مع مكنة جدوده طبعا اللي بقالها اكتر من 100 سنة. ده العصير الفريش اللي لا بيتحط عليه مية ولا بيتحط عليه اي حاجة، لا على طول اللي هيشربه هينبسط بيه جدا. زي ما انتم شايفين المكنة دي مكنة تاريخ طبعا، اقدم العصارات اللي موجودة. عن محمد هنا لما اتكلمنا معاه قال لنا ان هو اللي والده او جده هو اللي دخل المكنة دي المنوفية. زي ما انتم شايفين العصير ما شاء الله. المكنة دي طبعا زي ما انتم شايفين شغالة دلوقتي، شغالة بالجاز. هو طبعا بيجي هنا سوق منوف كل يوم سبت عشان يعصر القصب اللي قدامكم. هنعرف ايه اصل العصارة اللي قدامكم ديت وازاي ورثها عن جدوده. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا باشا؟ الله ينور. يعني عصير قصب هنا فريش طبيعي؟ طبيعي يا راجل. قول لنا بقى حكاية العصارة دي. عصارة جدود، عصارة جدي، يعني اب عن جد الشغلة دي يعني. وكلنا ورثينا انا واخواته، كلنا ورثينا. بقى لها كام سنة العصارة دي يا عم محمد؟ والله العصارة دي انا وعيت بصراحة، لقيت اتولدت لقيت ابويا شغال في الشغلة ديت، وكانوا قطع عن والده برضه، يعني اب عن جد الشغلة دي. قلت لي اللي انتم اول ناس مدخلين العصارة ديت مصر. لا مش اول ناس مدخلين العصارة مصر، انا بقول لك احنا وعينا لقينا ابويا شغال فيه. شغال في العصير دي. الدرافيل دي كانت خشب زمان، واحنا عندنا عصارات كانت درافيل خشب من ايام ما كانت دي خشب. دي ايام دي كانت خشب. ايوه شغال. الدرافيل دي خشب كنا بعملها في مصر الاول. دلوقتي انا بعمل العصير دي كلها على ايدينا. ايه اللي بيميز العصير اللي بقى على المكن البلدي دي عن العصير الحديث؟ العصير البلدي والعصارين بالذات عارفين ان المكن البلدي غير المكن اللي هو الحديث. المكن البلدي في عصيره احسن. عامل زي الواحد مثلا اللي بيكبس مثلا في فرن حامي وفرن بارد. الفرن الهادي بينزل عيش حلو، الفرن الحامي بينزل عيش مسلوق. بالظبط. دي شغاله بالجاز. شغاله بالجاز. ودي دي عباره عن ايه بقى اللي دي؟ دي مجموعه تروس على ضرافيل، خاره، خيل كده. تعمل حركه. في حركه بتبطئ، التروس بتبطئ السرعه شويه. طبعا المكنه دي اتطورت على مر السنين. الاول كانت يدوي الاول، زي ما انت كنت بتقول كانت يدوي الاول، كانت بالايد كده، بالايد بتجدد بالايد. شغاله لغايه دلوقتي العصير، شغاله في الوقت لغايه دلوقتي لسه شغاله طبعا. شغاله ايوه. الناس اللي فاهمه الشغل وفاهمه العصير عارفه ان العصير اتفضل ماشي. يعني مرات عم محمد هنا بتساعده طبعا، بيصب لها العصير القصب الفريش اللي قدامكم دلوقتي. يعني الزباين هنا طبعا الجميع هنا جاي عشان يشرب العصير القصب من ايد عم محمد، ربنا يبارك له يا رب. عم محمد هنا طبعا بيجي كل يوم سبت هنا سوق منوف عشان يعمل عصير القصب الفريش اللي في المكنه البلد اللي قدام حضراتكم دي. مكانك هنا كل يوم سبت في سوق ملوك؟ ايوه طبعا. ونروح سوق تاني وبتلف بيها سوق تاني؟ ايوه بنروح سوق تاني. ده بين السواق كلها مرهوبه يعني. بنلف للسوق بحاجه. ده بين السوق مرهوبه. كل يوم في سوق. عندنا كل يوم سوق. مهما تقدمت التكنولوجيا برضه، بس في حاجات قديمه بتفضل على حالها، يعني بنفضل دايما متمسكين بيها. بيقول لك بيقول لك البلدي بلد. البلدي بلد. كل حاجه في كل حاجه البلدي بلد. ده حقيقي. في حاجات في التكنولوجيا ما بتدخل فيها ما بتطلعش كويسه زي البلدي. مهما كان الصناعي
القديم بيفضل برضه ليه ثمنه. أيوة هي متعبه شويه في الشغل، هي متعبه. هي مشكلتها انها متعبه، المشكله الوحيده انها متعبه. بيشتغل بايدك. المشكله الوحيده انها متعبه. اقول لك الحاجه، هي انضف من المكن الحديث. والله والله العظيم، والله العظيم. عشان شغال بايدك اللي... عندي والله. والله عندي ده وعندي ده، والله العظيم عندي وعندي ده انضف كمان في النظافه بتاعته، كمان سهل في النظافه، في التصبين سهل، في كل حاجه في النظافه بتاعته. يعني المكان الحديث حلو في انه مريح بس في الشغل، مفيش اكتر من كده، مريح بس اكتر في الشغل، اللي هو ما بياخدش مجهود. بالظبط، انما دي بتتطلب مجهود كبير. بالظبط، بس عمره ما العزيز ما ينزل كوبايه العزيزه كده، كتير في الوش عامل زي اكنك حليب من مؤاخذه من بهيمه، اكنك حليب من جاموسه. بص حليب اهو، الوش فعلا حليب والله. ما نلاقوش في المكنه. لا لا لا، ما تلاقيش الكلام ده. والله ما تلاقي الكلام ده بامانه، يعني مش عشان التصوير وعلى عشان حاجه. والله الصوره بقت كده، والله العظيم بقت كده. يعني زي ما انتم شايفين موجودين معاكم هنا من مع اقدم عصار قصب هنا في محافظه المنوفيه، مع عم محمد اللي شغال على ايده في العصاره اللي قدامكم دي. دايما بنقول كل حاجه قديمه بيبقى ليها، طبعا كمان بالثلج، كمان يحط لوح الثلج هنا عشان العصير طبعا يطلع سائع. زي ما انتم شايفين المكنه او العصاره البلدي اللي قدامكم، حد عم محمد يشتغل على العصاره القديمه دي. لا لا لا، عشان ممكن تعوره، ممكن. انا عندي غير، احنا صناعيه وبتعوروا منه، احنا صناعيه وبتعوروا منه. يعني شغل يا بابا، يعني بص اقول لك على حاجه، ممكن عصوره وانا مغمض وقافل عيني خالص. بص هخلص لك عليها وانا قافل عيني خالص، عايز تمسك شد وانا قافل عيني عليها خالص. وانا متعورت برضه، بس وانا قافل عيني عليها مغمض. بص بس عشان انت متعود عليها. متعود عليها. ولا عم محمد هنا بيشتغل على المكنه زي ما انتم شايفين وهو مغمض، بقاله معاه طبعا من ساعه ما وقع على الدنيا وهو شغال عليها، ورثها ابا عن جد. المكنه اللي قدامكم ديت بقالها اكتر من 100 سنه من ايام الانجليز، موجوده هنا في محافظة المنوفية. عم محمد بيجي بيها كل يوم سبت هنا في سوق منوف للمواشي، بيتنيه طبعا طول اليوم شغال عليها بايده زي ما انتم شايفين. العم محمد وضح لنا، قال لنا ان المكنة ديت بتبقى عاوزة مجهود مش زي الحديث اللي هي بتوفر مجهود وتوفر وقت كمان. انت قلت لي يا عم محمد العيله كلها في المهنه دي يا عم. متربيين منها ومتجوزين منها وكلنا شغالين فيها وحاجين منها الحمد لله في كل حاجه. شايفين القصب الفريش اللي عم محمد بيعمله هنا من داخل سوق منوف المواشي، حاجه عظيمه والله. زي ما انتم شايفين عندهم كده موقع بصراحه في كل مكان، هنا من داخل سوق منوف في محافظه المنوفيه. كنا بننقل ليكم اقدم مكنه في محافظه المنوفيه، مكنه عم محمد. بنشكركم جدا على المتابعه، والى اللقاء في لايف جديد.